أعلن المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة، أعلن أنه سيتم صباح اليوم إعلان القوائم النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي ستجرى في أول شهر يونيو القادم. وأشار المستشار نسيم إلى أن لجان الاعتراضات انتهت من فحص كافة الطعون التي تم تقديمها سواء بقبول المرشحين أو باستبعاد بعضهم. وأوضح أنه مع إعلان القوائم النهائية ستبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بصورة رسمية والتي تستمر حتى 30 من مايو الجاري.